ازيكم سنة تانية؟ عاملين ايه؟ هناخد النهارده درس جديد بعنوان الأخلاق الكريمة من دروس اللغة العربية للصف الثاني ابتدائي. تعالوا مع بعض كده نقرا الدرس. بيقول لي الأخلاق الكريمة: التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه، ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمع، ومنها دور الأيتام ودور المسنين، المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة، زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة. بيقول لي أول حاجة الدرس بعنوان الأخلاق الكريمة. الكريمة معناها الطيبة الحسنة. كلمة الأخلاق دي اسم أو لها ألف ولام نحة القمرية وفيها مد بالألف، مفرد الأخلاق الخلق. كلمة الكريمة برضو اسم أو لها ألف ولام وآخرها تاء مربوطة، قلنا معناها الطيبة الحسنة. كلمة التعاون ديت أو لها ألف ولام بقول عليها اسم عشان أقولها ألف ولام، في نفس الوقت نوع الألف ولام دي آل شمسية لأن الحرف اللي بعدها حرف مشدد وفيها مد بالألف. التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا، التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة، تعالى بقى بإيه بيجسد لك التعاون بيتم إزاي. بيتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. كلنا بنعيش في مكان واحد ونتعاون معا من أجل إيه؟ أن نحيا حياة كريمة طيبة. طيب بيقول لك يتعاون الكل، كلنا بنتعاون ليه؟ للمشاركة في المهام. طيب ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان الذي نعيش إيه فيه. بيقول لي يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه، ودي حاجة مهمة جدا. ويظهر التعاون في مصر، جاي بقى بيحدد لي، بيظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة في خدمة الإيه المجتمع، ومنها تعالى ما نشوف كده. أول حاجة رقم واحد بيقول له دور الأيتام ودور الإيه المسنين. اتنين بيقول لي المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء والملابس بأسعار مناسبة. تلاتة بيقول لي زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة. جايب لي بعض الأسئلة والإجابة عليها. بيقول لي ما المقصود بالأخلاق الكريمة؟ قلنا الأخلاق الكريمة هي الأخلاق الحسنة الطيبة. اتنين بيقول لي اذكر أحد الأخلاق الكريمة لتميز مجتمعنا. قال لك التعاون هو من أحد الأخلاق الكريمة لتميز مجتمعنا. طيب السؤال رقم ثلاثة بيقول لي أين نستشعر التعاون؟ قال لك التعاون بنستشعره بين أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. السؤال رقم أربعة بيقول لي ما المهام التي يتعاون فيها أبناء الوطن؟ قال لي مساعدة المحتاج والحفاظ على المكان والتاريخ والتراث. السؤال رقم خمسة بيقول لي أذكر بعض الخدمات المجتمعية، قال لي دور رعاية الأيتام والمسنين ومعارض الغذاء والملابس وزراعة الأشجار. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي معاني الكلمات: يتعاون معناها يتشارك، الكريمة معناها الحسنة أو الطيبة، المشاركة معناها المساهمة، المهام الأعمال، يجتمع يتفق، المسنين هم كبار السن، توفر تدخر. تعالي بقى الكلمة والمضاد: يتعاون يتقاعس أو يتخاذل، الكريمة السيئة، الحفاظ الإهمال، يجتمع يفترق، التعاون التخاذل. تعالى بقى المفرد والجمع. بيقول لي الأخلاق دي كلمة جمع مفردها الخلق، الأسرة دي كلمة مفرد مفردها جمعها الأسر، الفصل دي كلمة مفرد جمعها الفصول، المدرسة جمعها المدارس، كلمة الحي جمعها الأحياء، المدينة جمعها المدن، الوطن جمعها الأوطان. كلمة المهام دي جمع مفردها المهمة، المحتاج المحتاجين أو المحتاجون، أبناء ابن مفردها ابن، كلمة دور دي كلمة جمع مفردها دار، الأيتام مفردها اليتيم، المسنين المسن، البيئة جمعها البيئات. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي أجب عن الأسئلة التالية. بيقول لي ادمج المقاطع الصوتية لتكون كلمة. تعالوا مع بعض كده هنلاقي التاء هنا مرتين اتنين،
ها يبقى التاء ديت حرف مشدد، فكته الحرفين الاول ساكن والتاني متحرك. التاء التعاون. تعالى كده ها ندمجها بقى، نخلي التاء واحده شده وفتحه، التعاون اهي. حل كمان تليق الى مقاطع صوتيه، تعالى نحلل كده. ال ها بي ا تو. تعالى الكلمه اللي بعدها، ال مو سن ني نا. ليك معايا كلمه المسنين فيها حرف مشدد. بيقول لي اجب بجمله مفيده، بيقول لي كيف ترعى الدوله الايتام؟ قامت الدوله بانشاء دور رعايه للايتام. بيقول لي لماذا تقيم الدولة المعارض؟ قال لك لتوفر المنتجات بأسعار مناسبة طبعا للمحتاج. طيب بيقول لي لماذا نزرع الأشجار؟ ليه يا أولاد بنزرع الأشجار ديت؟ للحفاظ على المجتمع، وده بيوضح قيمة التعاون بين الأفراد. بيقول لي ده علامة صح وعلامة خطأ، بالراحة كده معايا. بيقول لي التعاون من الأخلاق الكريمة، إجابة صحيحة. التعاون يؤدي إلى فشل الحياة الأسرية، الإجابة طبعا خاطئة. يؤدي إلى ترابط وتماسك الحياة الأسرية. يتعاون الناس في المحافظة على المكان. يهمل المصريون تاريخهم وتراثهم، الإجابة خاطئة. التعاون من أشكال خدمة المجتمع في مصر، إجابة صحيحة. تقيم مصر المعارض لتوفير الغذاء والملابس، إجابة صحيحة. إقامة دور الأيتام لرعايتهم من التشرد، إجابة طبعا صحيحة. نزرع الأشجار ونحافظ على الإيه؟ البيئة، دي إجابة صحيحة. وبكده يا سنة تانية نكون خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو بعنوان الأخلاق الكريمة.